يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح رحب في خلال كلماته طبعا بانضمام الاتحاد الافريقي لقمه العشرين كعضو دائم في القمه. بنشوف ازاي اهميه يمكن مشاركه الرئيس السيسي في هذه القمه. طبعا هي المشاركه في قمه زي كده بتجمع اكبر اقتصادات في العالم، يعني القمه بتاعت الدول العشرين بتنتج حوالي 80% من الناتج المحلي الاجمالي حوالين العالم، بتصدر حوالي 75% من التجاره العالميه، فمشاركه مصر في مثل هذه القمه بيقول ان بيفتح فرص استثمار كبيره، يعني بيقول ان مصر ليها موجوده علاقات موجوده في وسط هذه الدول. بالظبط بالظبط. طيب ده عظيم جدا. مصر لديها تجربه كبيره في الاصلاح الاقتصادي، ازاي من الممكن ان تستفيد من الحضور زي ما حضرتك ذكرتي، وايضا على الجانب الاخر تفيد بعض الدول بتجربتها في الاصلاح الاقتصادي؟ هو يمكن الهدف الرئيسي او الاهميه الرئيسيه من اشتراك مصر في مثل هذه المبادره هو الهدف بتاع الاصلاح، ان احنا الاصلاح الاقتصادي كله كان بيهدف لتهيئه مناخ استثمار افضل، فوجود مصر في قمه زي كده، الشراكات الثنائيه او الاتفاقات الثنائيه اللي بتتعامل مع الدول المختلفه في قمه زي قمم العشرين، هو ده الهدف الرئيسي من وجود مصر في هذه القمم المختلفه، يعني هو جذب المزيد من استثمارات، عرض التجربه المصريه زي ما حضرتك قلت بتاعت الاصلاح الاقتصادي، بتقول ان مصر الاقتصاد بتاعها اتغير، بقت فرص الاستثمار فيها افضل بكتير من الاول. طيب احنا بنتكلم ان مجموعه العشرين هي التكتل الاقتصادي الاقوى عالميا، خليني اسال حضرتك ازاي افريقيا ممكن انها تستفيد من هذا التكتل؟ مهم جدا وجود الاتحاد الافريقي كعضو دائم، في نفس الوقت استفادت يعني الاتحاد الافريقي هتكون ايه من هذا التكتل الاقتصادي القوي؟ طبعا هو وجود افريقيا في التكتل بتاع الجي 20 او الدول ال 20 الكبار، يعني ده بدا من 2017 من المبادره اللي عملتها هذه الدول للشراكه مع افريقيا او للتعاون مع افريقيا، فوجود افريقيا النهارده يترجم ده بعد كده او يتطور ده بعد كده، لان افريقيا تعتبر عضو دائم في هذه المبادره، ده بيدي مساحه للصوت الافريقي في مثل هذه الاتفاقات، ان افريقيا مش بس تبقى موجوده في القمم الرئاسيه اللي هي النهائيه، لا تبقى موجوده في التحضيرات الاولى في القمم، المشاركه في القرار الاقتصادي لهذه القمه، فده الفرص المتاحه لافريقيا من كونها العضو دائم في القمه العشرين يعني. تمام. هذه المجموعه منذ ان تشكلت في عام 99 وكان هدفها في الاول اقتصادي بحت، تشكلت عقب الأزمة المالية الآسيوية وكانت مقتصرة فقط على وزراء مالية الدول المشاركة في هذه القمة ورؤساء البنوك المركزية التابعة أيضا لهذه الدول، ومن ثم تحولت إلى المستوى الرئاسي منذ عام 2007 وهي تعقد باستمرار على مدار 18 دورة زي ما احنا اتكلمنا في البداية. طيب السبب في تحولها من قمة اقتصادية بحتة إلى رفع مستواها إلى المستوى الرئاسي، وهل ده هيكون ليه انعكاساته على الوضع الاقتصادي، بما أن طبعا السياسة والاقتصاد عملة واحدة وفي بعض الصلاحيات بتكون في إيد رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أقوى بكثير من الموجودة عند وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي وخلافه؟ هو زي ما حضرتك بتقول هي بدأت بعد الأزمة المالية العالمية، الأزمة المالية الآسيوية اللي هي كانت في 2008 عالمية، فكان الهدف بتاعها اقتصادي، لأن كانت الداعي في هذه الفترة كان داعي اقتصادي، فكان وجود ازاي الدول هتقدر تخرج من هذه الأزمة وازاي الدول هتقدر تتعامل مع هذه الأزمة. بعد كده بنقول ان في تغيرات عالمية مختلفة، تغيرات سياسية، تغيرات اقتصادية، يعني خلت مستوى التعاون ما بين هذه الدول يجب ان يتخطى المرحلة الاقتصادية ويصبح زي ما حضرتك بتقول سياسي. يمكن أزمة كوفيد 19 اللي حصلت، الأزمات اللي اتقلتها دي بتخلي في مجال للتعاون ما بين الدول اكتر من مجال اقتصادي. وكل سنة بيبقى في اللي هي الأعضاء الضيوف، بقالنا كذا سنة كان الاتحاد الأفريقي قبل كده موجود، مصر كانت موجودة قبل كده كضيف، النهاردة الاتحاد الأفريقي انتقل إلى عضو دائم، فده بنقول إن التطور بتاع قمة 20 هي مش جامدة عند مستوى واحد اللي هو بس اقتصاد بس وبس الدول الأعضاء فيها، لا هو احنا بنغطي كل القضايا العالمية اللي بتلح على هذه الدول أو بتصيب هذه الدول. طب احنا النهاردة بنتكلم عن أزمات كثيرة جدا، احنا مش بس بنتكلم عن أزمة اقتصادية، احنا عندنا أزمة غذاء، عندنا أزمة مناخ، عندنا أزمات كثيرة جدا، الحرائق اللي بتحصل في الغابات، الزلازل اللي بقينا نشوفها مؤخرا، كل هذه الأزمات الكبرى يعني خلت في تفاقم، خليني أقول في الفقر، في المجاعات العالمية. النهاردة التعاون ده ما بين الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى، إزاي ممكن الدول النامية تستفيد منه اقتصاديا بشكل خاص؟ يمكن الكلمة بتاعت الرئيس السيسي البارح في الكلام ركز فيها على قضية الغذاء، ركز فيها على قضية الطاقة،
اتكلم فيها على تأثير الأزمات المالية العالمية الأخيرة على تدفقات السلع الغذائية، على تدفقات الحبوب. الحل هي التعاون مع هذه الدول في تنظيم تدفقات السلع الغذائية. كان العرض اللي هو الرئيس السيسي عمله اللي هو بتاع ان احنا يبقى مصر مركز لتخزين الحبوب العالميه، يعني تدفقات السلع العالميه من الحبوب ومن الاسلال الغذائيه تيجي على مصر، فيبقى في اكثر تنظيما لهذه التدفقات، ما تتاثرش اكثر بالازمات العالميه. فدي من القضايا اللي طرحت في القمه الحاليه يعني. عظيم.